للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد. دكتور، بداية كل عام وأنتم بخير. منظمة أم القرى يعني وزعت سلات غذائية للعائلات النازحة في حي الجولان بمدينة الفلوجة. هل حدثتنا عن هذه الحملة التي تزامنت مع عيد الفطر المبارك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهنئ الأمة الإسلامية وأهنئ جميع المشاهدين بحلول عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير والنمي والبركة. كل عام وانتم. الحقيقة كان هذه الحملة الأخيرة من شهر رمضان في يوم 23 في عشية عيد الفطر المبارك، جاءتنا مناشدة من بعض العوائل الموجودة في حي الشهداء النعيمية في جنوب الفلوجة، فجهزت المنظمة حملة عاجلة تكونت من 150 عائلة سلة غذائية، تم توزيعها بحمد الله على هذه العوائل في حيين وثلاثة أحياء في الحقيقة، في جبيل وفي حي الشهداء ومنطقة الجهة النعيمية. هناك الكثير من العوائل المحتاجة في هذه الأحياء المسكرة، كانت هذه هي حملة عاجلة ما استطاعت المنظمة أن تقدمه لهم من أسلة غذائية متعددة المواد لسعيا من هذه المنظمة لمؤازرة وتقديم العون المساعدة لأهلنا في هذه المناطق في الأحياء. كيف استقبل الأهالي حملة المساعدات هذه؟ بطبيعة الحال يعني فرحوا كثيرا وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لهذه الالتفاتة من المنظمة في هذه الأيام المباركات من العشر الأواخر، ومع قدوم عيد الفطر المبارك استطاعت المنظمة أن ترسم البهجة والفرحة على وجوه هؤلاء الأطفال وهذه العوائل المحتاجة. وبهذه المناسبة يعني ناشد جميع المحسنين والمنظمات الإغاثية والإنسانية أن تلتفت لهؤلاء هذه العوائل الموجودة في هذه الأحياء الفقيرة غير موجودين في المخيمات للنزوح. هؤلاء ربما لا يلتفت إليهم أحد وهم من المنسيين إلا بعض الموسرين و المحسنين ومن يقدمون لهم يد العون المساعدة، بعد لا سيما هؤلاء هذه العائلات تضررت كثيرا بعد الأحداث والحرب التي شهدتها مدينة الفلوجة. هذه الأحياء مناطق جنوب الفلوجة شهدت معارك كبيرة، هناك بيوت متضررة سويت في الأرض، وهناك عوائل تسكن في الهياكل وبعض القيام، فبحاجة إلى مساعدة ومد يد العون لهم والوقوف معهم في هذه المحنة وهذه المأساة. هل هناك أيضا حملات ثانية في مناطق أخرى بمناسبة عيد الفطر؟ إن شاء الله نعم، ستكون هناك المنظمة بالتعاون مع جهات إغاثية أخرى في ما خلال اليومين القادمين إن شاء الله في أحد أحد الحملات الكبيرة في الحقيقة في مخيمات عامرية الفلوجة، كمرحلة ثانية للحملة الأولى اللي تمت في بداية شهر رمضان، والمنظمة مستمرة في سعيها لمد يد العون المساعدة لأهلنا النازحين في عموم المحافظة والمحافظات في أنبار وغيرها من المحافظات الأخرى الوقوف معهم ومد يد العون المساعدة لهم إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبد القادر محمد، كنت معنا من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى.